خنزير الرشاش منطقة التمانعة حي شغاشي. طيارة سوخوي 24 عملت دوران في أجواء جبل الزاوية، استهدفتنا نحن أول غارة شمال كفرنبيل، أبني سكني ما أدى إلى إصابة 4 أشخاص، رجع عمل دوران وضرب وسط مدينة كفرنبيل، الاستهداف كان استهداف لجامع عمر بن الخطاب وسط مدينة كفرنبيل. في أضرار مادية كبيرة في قلب الجامع، في بوابة الجامع، في منزل مدني مقابل الجامع تدمر تدمير كامل.